إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا حول قصة نبي الله موسى على نبينا وعليه السلام، ولا يزال الحديث حول هذه الحاجات التي سألها موسى عليه السلام ربه جل وعلا عندما أرسله إلى دعوة فرعون. فلما قال الله عز وجل لموسى: اذهب إلى فرعون إنه طغى، سأل موسى ربه بعض الأشياء التي ظن أنها ربما أثرت على مسيرته في دعوته إلى فرعون، فقال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. هذا موضع بعض السؤالات التي سألها موسى ربه جل وعلا في سورة طه. وفي سورة القصص، لما كلف الله عز وجل موسى بالذهاب إلى فرعون، شكى موسى إلى ربه جل وعلا خوفا وجده في قلبه، قال: رب إني أخاف أن يقتلون. وفي آية أخرى قال: رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. ولعلنا نذكر أنفسنا بمخرج موسى عليه السلام من أرضه في أول أمره. لماذا خرج موسى؟ خرج بعدما جاءه هذا الرجل ليخبره باجتماع الملأ على قتله وعزمهم على ذلك. فقال الله عز وجل لنا حاكيا عن حالة موسى عند خروجه، قال: فخرج منها خائفا يترقب. ولما أمر الله عز وجل موسى عليه السلام بإلقاء العصا، فلما تحولت العصاة إلى ثعبان فر موسى خائفا، فقال الله عز وجل: يا موسى أقبل ولا تخف. وفي هذا الموضع، لما كلف الله عز وجل موسى عليه السلام بالذهاب إلى فرعون، شكى إلى ربه هذا الخوف الذي وجده في قلبه. وسبحان الله، استجاب الله عز وجل الحاجات التي سألها موسى إياه، فشرح الله صدره ويسر له أمره وأطلق لسانه وجعل له وزيرا من أهله، لأن الله عز وجل قال له بعدها في سورة طه، قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى.
فلما كلف الله عز وجل موسى وهارون بالذهاب إلى فرعون فقال لهما اذهبا إلى فرعون إنه طغى. العجيب أن موسى عليه السلام وهارون قالا ربنا إننا نخاف. سبحان الله، ما أحكم الله إذ أرسل الرسل من البشر حتى تتم بهم الأسوة والقدوة، فقالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. أي واحد منا قد ينتابه هذا الشعور، أي شعور الخوف، يخاف من أي شيء يخاف الناس منه عادة؟ يخاف من الفقر، يخاف من المستقبل الذي لا يعلم عنه شيئا، يخاف على أولاده، يخاف على نفسه المرض، يخاف من ظلم ظالم. هذا الشعور بالخوف شعور طبيعي قد يتعرض له كل واحد منا، ويبقى الإيمان هو الدافع الوحيد لهذا الشعور بعد الأخذ بالأسباب التي أباح الله عز وجل لنا أن نأخذها. فإذا ضعف الإيمان في قلب الواحد منا تملك هذا الخوف منه. ولذلك لما وصف الله عز وجل اليهود قال الله عز وجل لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. بأسهم بينهم شديد. اليهود لما كفروا بالله عز وجل قذف الله في قلوبهم الرعب، تجدهم في حالة عجيبة من الخوف والصراخ عند لقاء جند الله عز وجل، وهذا من جراء كفرهم بالله عز وجل. قال الله عز وجل لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يفقهون أن الأمن إنما يخيم في قلب العبد على قدر طاعته لله، على قدر إيمانه بالله عز وجل. قال سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك، فالشرك يذهب الأمن من القلب. ولذلك لما كفرت اليهود ألقى الله عز وجل في قلوبهم هذا الرعب الذي جعله الله عز وجل بعد ذلك جندا من الجنود التي أيد بها رسوله صلى الله عليه وسلم، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، فذكر أول ما ذكر قال نصرت بالرعب مسيرة شهر. وإنما يهاب الأعداء المسلمين عندما يعود المسلمون إلى ربهم، عندما يحقق المسلمون الإيمان بربهم، عندها يقذف الله عز وجل الرعب في قلوب أعدائهم. وأما إن ضعف الإيمان في القلوب فأول من يخاف هو الذي ضعف الإيمان في قلبه. وسيأتي الكلام عن موسى عليه السلام فيما نستقبل إن شاء الله، أنه لما أمر بني إسرائيل أن يدخلوا الأرض المقدسة قال الذين ضعف إيمانهم قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. ماذا قال الله بعدها؟ قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما
ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فكان هذا الخوف في بني إسرائيل بسبب ضعف إيمانهم بالله جل وعلا. وكل واحد منا معرض إلى أن يخاف، معرض إلى أن يخاف من الفقر، معرض إلى أن يخاف من كساد التجارة، معرض إلى أن يخاف من مرض، معرض إلى أن يخاف من فقد حبيب. هذا الخوف الذي في قلب الواحد منا أو الذي قد يجده الواحد منا في قلبه لا يذهبه عنه أولا سوى الإيمان بالله. فإذا قوي إيمانك بالله زال عنك هذا الخوف. ولكن ربما سأل أحدنا نفسه سؤالا، وكيف أقوي إيماني بالله عز وجل حتى أدفع هذا الخوف الذي ربما ما سلم منه إنسان؟ أقول لك أولا، عليك بطاعة الله عز وجل، أن تقيم نفسك على طاعته وأن تحجب نفسك عن معصيته ما استطعت إلى ذلك سبيلا. فكل طاعة تطيعها لله تزيد من إحساسك بالأمن، وكل معصية تعصي بها ربك جل وعلا تزيد من الخوف في قلبك. وكلما زادت طاعتك كلما زاد الأمن في قلبك، وكلما نقصت طاعتك وزادت معصيتك كلما زاد الخوف في قلبك. أقول لك والله إن أحدنا لا يشعر بالأمن إن صلى الصلوات الخمس في يومه ولم يقصر فيها، إن صلاها فعند نومه يشعر بالأمان. هذا مع وجود التقصير خلال اليوم، فما بالك إن كنت في يومك وليلك مقيما على طاعة الله عز وجل، كيف يكون شعورك؟ بمجرد أن تحافظ على الصلوات الخمس تشعر بإحساس الأمان. والله من أيام كنت أريد أن أتكلم عن هذا المعنى مع بعض الأصدقاء، أريد أن أقول له إن الأمان الذي يجده الإنسان في الطاعة، إن الأمان الذي يجده الإنسان في الطاعة يستحق منه أن يجاهد نفسه أكبر مجاهدة، لأن الشعور بالخوف مقلق. الإنسان إن قصر في حق الله لا يتحمل أن يذكر الله عز وجل أمامه لأنه مقصر في حق ربه، لا يحب المجالس التي تذكره بالله، لا يحب أن يسمع القرآن. أتدري لماذا هذا؟ من أثر خوفه الذي زاد في قلبه عندما ضعف إيمانه. الإنسان الذي يقصر في حق الله عز وجل ويسيطر الخوف على قلبه لا يطيق أن يسمع ذكر الموت، فإذا سمع ذكر الموت ضاق صدره. أتدري لماذا؟ لأنه يعلم مدى تقصيره في حق الله. الإنسان الذي ربما سمع بكارثة أو نائبة أو وباء ربما ارتعد من الخوف خشية أن يصاب به. لماذا؟ هذا من أثر الخوف من تقصيره في حق الله. هذا كله يقابله الشعور بالأمان الذي يحتاجه كل واحد منا حتى يعيش في هذه الحياة الدنيا مطمئن القلب هادئ النفس. هذا الشعور لا يحصله العبد إلا إن أطاع ربه. لذلك كنت أحب أن أقول إن الشعور بالأمان الذي تجده في طاعة الله
يستحق منك أكبر المجاهدة لنفسك على أن تقيمها على طاعة الله، أن تبعدها عما لا يرضيه حتى تعود مطمئن القلب. بعض الناس إذا قيل له أنك تموت غدا لم يبالي بذلك. انظر إلى بلال رضي الله عنه، وهذا حال الصالحين جميعا. عندما حضره الموت، عندما حضرته الوفاة، كان يقول غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. انظر إلى هذا الشعور في هذه اللحظات التي تترجم لنا الأمان الذي يجده في قلبه، لأنه كان على طاعة الله. فهذا الخوف الذي في قلبك يستدفع بالإيمان، فإن أردت أن تقوي إيمانك بالله فعليك أولا بطاعة الله، وأن تلزم نفسك الطاعة، وأن تلزمها ترك المعصية ما استطعت إلى ذلك سبيلا. ثم بعد ذلك تقرأ القرآن وتنظر في سنة الله عز وجل في الأمم السابقة كيف كانت سنته مع الصالحين، كيف كانت سنته مع الظالمين، كيف كانت سنته مع الطائعين، كيف كانت سنته مع المفسدين، لتعلم أن العاقبة للمتقين. هذا مما يشعر قلبك بالطمأنينة، أن الله عز وجل قضى فيما قضى أن العاقبة للمتقين. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. عندما نرى ما يحدث في غزة وقد طال الأمد عليهم من حصار وقصف بأبشع ما ترى، عندها قد يتسلل اليأس إلى قلبك، أو يتسلل الخوف إلى قلبك أن اليهود سيظهرون عليهم. أقول لك اطمئن، فإن عادة الله عز وجل مع أوليائه ومع أعدائه معلومة. قال جل وعلا: وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فاطمئن، إننا لا ننصر بعدة ولا عتاد، إنما ننصر أولا بالله جل وعلا. ونحن نرى الإيمان يشع من كل أركان غزة، بل من كل أركان هذه الأرض المباركة في كل يوم أكثر من اليوم الذي قبله. هذا مما يحملنا على الطمأنينة، وإن كنا نتألم ونتجرع مرارة الألم مما يحدث لإخواننا، إلا أننا على ثقة بالله أن العاقبة للمتقين. وأما من مات، وأما من أوذي في الله عز وجل، فيوشك أن يعوضه الله. فإن أردت أن تقوي الإيمان في قلبك لتستدفع به الخوف، انظر إلى سنة الله في كتابه كيف كانت سنته مع المتقين. هل اتقى أحد ربه فخذله الله؟ لن تجد هذا في القرآن أبدا. هل أقام أحد نفسه على طاعة الله فشقي؟ لن تجد هذا في القرآن أبدا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذا وعد الله. لذلك عندما نقرأ هذه الآيات التي ينقل الله عز وجل لنا فيها هذا الخوف الذي استشعره موسى وهارون، ثم ننظر بعد ذلك كيف طمأن الله موسى وهارون، تنتقل هذه الطمأنينة إلى قلوبنا. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى.
ومن كان الله معه فمن يكون عليه؟ من كان الله معه فمن يكون عليه؟ ومن وجد الله فماذا فقد؟ ومن فقد الله فماذا وجد؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: لا تخافا، إن جاءك هذا الخوف من أي شيء في هذه الحياة الدنيا فاستشعر كأن الله عز وجل يقول لك: يا فلان لا تخف، لا تخف وأنت عبدي، لا تخف وأنت من المطيعين إلي، لا تخف وأنت من المقبلين علي. الإشكالية الكبرى أن يأتيك الخوف وأنت بعيد عن الله، فإلى أي شيء ستذهب نفسك؟ ولذلك قيل: من وجد الله فماذا فقد؟ ومن فقد الله فماذا وجد؟ من ذا الذي يعصمك من الله إن أراد بك سوءا أو أراد بك رحمة؟ عجيب أمر العباد. قال سبحانه وتعالى: ففروا إلى الله إنني لكم منه نذير مبين. فالإنسان يفر من كل شيء يخاف منه إلا الله، فإن من خاف الله عز وجل فر إليه. فعليك أن تكون عبدا لله، فإن كنت عبدا لله وجاءك هذا الخوف الذي ربما يأتي إلى أي واحد منا، هذا الشعور الفطري، قل لنفسك: لا تخف، لا تخف، واستشعر كأن الله عز وجل يقول لك كما قال لموسى وهارون: لا تخافا إنني معكما. فأنت إن كنت من المحسنين فإن الله مع المحسنين، فأنت إن كنت من المتقين فإن الله مع المتقين، فهي معية الله لعباده الصالحين. لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. يا لها من كلمات! يطمئن الله عز وجل موسى وهارون أنه معهما بعلمه سبحانه وتعالى وإحاطته وقدرته، وهو مع ذلك يسمع ويرى، يسمع كلامهما لفرعون ويسمع كلام فرعون لهما، يراهما وهما ذاهبان إلى فرعون ويرى فرعون وهو يتكلم معهما. استشعر هذا المعنى، أن الله عز وجل يسمع نداءك، يسمع شكواك، يسمع حاجتك إن رفعتها إليه، ويرى حالك، يرى ما تمر به، يرى ما نزل بك. إن الله عز وجل ليس بغافل عنا، وما ربك بغافل عما تعملون. الله عز وجل يسمع ويرى، فتراقب ربك عز وجل بمقتضى هاتين الصفتين، فلا تسمع الله منك إلا ما يرضيه، ولا تر الله منك إلا ما يرضيه. عندها يأتيك النصر واللطف من الله عز وجل. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يسير في يوم من الأيام في الطريق، واستوقفته امرأة عجوز فوقف معها طويلا وترك أصحابه، فلما انتهى عاتبه بعض أصحابه في طول وقوفه مع هذه المرأة، قال: يا أمير المؤمنين، تترك
أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو كبراء أصحاب محمد وتقف مع هذه العجوز هذه المدة الطويلة؟ قال: والله لو ظلت إلى الليل لما تركتها، أي لو ظلت واقفة إلى الليل لما تركتها إلا لأداء فريضة ثم أعود إليها. أتدري من هذه؟ هذه خولة بنت ثعلبة التي سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات. وفي هذا تقول عائشة: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. لقد جاءت المجادلة، أي خولة بنت ثعلبة، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام تشتكي له شيئا بينها وبين زوجها، تقول: وإنها لتشتكي إلى رسول الله، وإني ليخفى علي بعض كلامها وأنا في بعض جنبات البيت، وقد سمع الله صوتها من فوق سبع سماوات. فأنزل الله عز وجل سورة المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. هذه المرأة كانت تشتكي إلى رسول الله فسمع الله شكواها، فيقول عمر لأصحابه: كيف لا أسمع منها وقد سمع الله شكواها؟ هذا يحملك على مراقبة سمع الله، ماذا يسمع الله منك؟ أخجل والله أخجل عندما أسمع وأنا أسير في الطريق بعض الناس وهو يشتم بألفاظ نابية. أستحي من الله، أستحي له من الله، والله أقول: يا ربنا سمع منه هذه الكلمة. تخيل أن كل شتيمة أو شتمة تشتمها يسمعها الله، كل لفظة قبيحة تقولها يسمعها الله، هذا أمر مخجل. فاحرص على أن يسمع الله منك ما يحب وأن يرى منك ما يحب، واحذر أن يسمع الله عز وجل أحدا يشتكيك إليه، احذر من هذا. فإن الله سمع شكوى خولة بنت ثعلبة من فوق سبع سماوات وأنزل فيها قرآن، فاحذر أن يشتكيك أحد إلى الله. هذا يحملك على مراجعة ما بينك وما بين الناس، وأن تراقب الله عز وجل السميع البصير. لذلك قال الله لموسى وهارون: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين، اللهم اجعلنا من عبادك المحسنين. اللهم أعنا ولا تعين علينا، وكلنا ولا تكن علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم كف بأس الظالمين عنهم، اللهم انتقم من عدوك وعدوهم. اللهم عليك باليهود الملاعين ومن عاونهم من الكفرة الفاجرين والمنافقين. اللهم انتقم من اليهود شر انتقام، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم إنهم لا يعجزونك فخذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم سدد رميهم وثبت قلوبهم وانصرهم على من عاداهم. اللهم كل إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عراة فاكسهم، خائفون فطمئنهم، خائفون فطمئنهم، مشردون فآوهم، حفاة فاحملهم. اللهم إنهم مستضعفون فانتصر لهم، اللهم إنهم مستضعفون فانتصر لهم. اللهم أنت مولانا والكافرين لا مولى لهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.